افضل لاعب استمتعت بيه في البطوله كان مين؟ You know, my point of view of Europe was after the season. للاعبين في اليورو وبعد الموسم. After a difficult season. كان موسما صعبا على كل اللاعبين في النهايه في اوروبا. ولكن اللاعبين ارهقوا، لم يكن سهلا على اللاعبين ان يتالقوا. وخصوصا ان بطوله قطر كانت في الشتاء، ولكن اللاعبين لم يرهقوا كهذه البطوله. ولكن بعد نهايه الموسم لدينا العديد من الاصابات ولدينا العديد من اللاعبين المرهقين، فبالتالي لم يستطع اللاعبون ان يظهروا جمال كره القدم الذي لديهم، خصوصا من الناحيه البدنيه. اللاعبين كانوا مرهقين، ولكن في بعض اللحظات كانت عظيمه في كره القدم. بالنسبه الاروع كان المشجعون، ولكن لامين جمال هو اللاعب الافضل حتى الان في بطوله يورو 2024.